حياكم الله يا جماعة الخير في الحلقة الخامسة من السلسلة جربنا أغرب أصوات المتابعين. هلا هلا يلا حيا أمسك تولي. خلينا نعمل القبر. طيب إذا سمعت صوت الصياح كان لا تلومونا يا جماعة قاعد يصور هنا. وترانا يا جماعة وين؟ في الأتبار. يلا تذاكر. في الأتبار. حياكم الله يا جماعة. خلونا نشوفكم نستانس. طيب دقيقة اسمع أنت من الحين متحمس أنا شايف من عقب ولا إيش؟ خلونا نشوفكم نستانس معكم ونصور ونقابلكم يا جماعه. الرابط موجود تحت الديسكربشن او الرابط حياكم الله. طيب يا جماعه حاب انبع عن شغله، اقسم بالله العظيم ان هذا اقوى جزء من احد الاصوات. عرقت وانا اجيب وربك كيف عرق فهمتي دور بالكومنتات. والله اني عرقت وانا اجيب الاصوات، لذلك اللي حاب انه يكتب وصفته انستغرام الان طالع في الشاشه وكل الروابط حق السوشيال ميديا موجوده تحت. اول اصفر عطني ابو خلود سكريم. ايوه يا ناكل الله بس ناكل لعل ما كل شيء. لا تكفى. لا دقيقه غمض. لا لا تكفى تكفى كليت انا اجيب خلنا ناكل شيء. اي والله هات هات والله مشتهي والله 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 شكلي بعدين. هذه درجه الاستواء الكويسه اللي قاعد الاستواء الكويسه وين قاعد ذايب شوي ذايب وكذا. احنا كنا نسويه ما كنا نسوي زي كذا. غمض عيونكم يا كريم يا غمض عيونكم والله والله غمض بالله غمض بالله على الحديث. يلا انا فاتح بس قاعد انظر يا يعني بالله لا حد يشوف ما شفت تكفى. اصدم بطني. يلا يلا فكوا عيونكم فكوا عيونكم طالعوا في الطاوله. ايوه السلام عليكم. والله يمكن يجي والله يمكن يجي والله حسي جمال حلو والله يمكن يجي. لا لا انا قاعد اتخيل القوام اللي بيجي في فمي ما ادري بس كيف بس دمت. لا 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 اللي يتكسر هو هذا زي توبنج زي توبنج يا جماعه. انا حاسس هذه بتطلع خرافيه توقعت. لا 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 اصبر اصبر. طب انت ما 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 كنت ارمي الحلقه هذه طول السلسله اسويها والله العظيم. هي ودائما انا انغدر. ايش قاعد تسوي بس يلا يلا خلاص خلاص بس 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 يا جماعه نبغى حق تسحس جوعني تكفى والله قرفني والله. يلا يا جماعة كل يوم أشرب من ذديه ولكن شكلي خلاص وأخيراً راح أفتك من السمنة ولو بشكل بسيط. أحتاج أني أخفف يا جماعة لأني أقسم بالله تعبت من السمنة. فإلى الآن انباع 300 تذكرة وباقي شوي نقفل على 400 بكذا راح ننزل 4 كيلو. وعلى فكرة راح نبدأ سلسلة النحف قريب مرة وبيساعدني أحمد شو. شدوا حيلكم خلينا نقفل على 4 كيلو ونبغى أكثر. أنا وزني مرة كثير يعني لو نزلت 20 كيلو ببقى دب ما حد ينام. سلام عليكم. انا خذيت والله قطعتين اتمنى انها واضحه. والله انا اخذت ثلاثه. شوف واحده انشبت واحده انشبت واحده انشبت. يلا دقيقه مع بعض مع بعض مع بعض اصبر. يلا ثلاثه اثنين واحد. هي والله السلسله الاعظم والله والله السلسله الاعظم والله. هات هات خلاص خالد خالد بلا مبزره بلا مبزره. هات خالد يا اخي ايش حركاتك. طيب ما يزعلون عشان مقطع يزعلون صد ترى. والله قوشه والله رهيبه يا عيال والله بدايه قويه والله العظيم. ثمن والله ما عمري بشتي سكيم هذا السعوديه حلو الا مع فشفاش. والله صدمت والله مرت علي يا عيال شوي يا اخي باكل دقيقه اصبر ماكل يا اخي والله مو طبيعيه. اقسم بالله ما عمري باكل سكيم هذا حق السعوديه فانيلا الا وشوف وانا ما اعرف شو السلسلة الاول. حط لي حط لي بالله حط لي يا الله باخ ابو صالح ما يكلم على طول. اقول لهم ذاك اليوم ايش سويت شباب اعطيتك جهاز المساج. اقول لهم لا 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 في تكتيك في تكتيك حلو في تكتيك حلو. يا خلينا نسوي خلينا نسوي خلاص يا ابو دم يا عيال والله ابو صالح اخيرا بجرب والله طشت والله لذيذه لذيذه مره لذيذة مرة والله. هذا يا اخي يعطيك كذا كرنشي بس ما في ملوحة. خلاص ابغى اصفر لي ثانية بعد. طيب دقيقة 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 لو سمحت. ابو صالح ابو صالح يبغى ابو صالح يبغى ابو صالح يبغى ابو صالح بالله تعال تعال يكسر مقطعك. تكفى تعال جرب تكفى. اديني ابو صالح اديها ما ترحمهاش. والله تصدم والله ابو صالح والله مرد تربعون راتبي على السلسلة. وهنيك تقييم تقييم وقوف 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 والله. الى الان الى الان هذه افضل وصفة بالنسبة لي اتعدت الخيار بالسكر. عشرة انت مليار والله 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 مليار والله فوز والله 80000 ورب الدي. يا عيال شفتوا هذه الايسكريمات الجديدة؟ وشو؟ هذه موجودة بس في فيلة باور. الله ايه اذا تبي تذوقها لازم تحجز من الرابط اللي تحت. صادق غمضوا يا عيال تكفون. هي اسمع اسمع ما تصدم شيء يطلع سيء مره الفك. هذا شيء يا جماعه الفك ولا ما الفك؟ دقيقه لا احد يفك لا احد يفك لا احد يفك لا احد يفك يا عيال.
طيب يا جماعه هذا الشيء يعني فيه الكونسبت في كونسبت حلو كونسبت لاحظ كونسبت لا كونسبت كذا تقهر في منتج ينباع بنفس هذا الشكل هذا في منتج ينباع بهذا الشكل اوكي طيب نفك اوكي عينك لا تكفى والله بديناها صح كله فانيلا والله بديناها لا بس انت ايش كان رد فعلكم على فشفاش لا 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 بس هذه مستحيل جرب 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 انا ايش قلت قلت هذه قلت هذه وش ايوه هذه قلت ممكن يجي منها هذه يجي منها حلو هذه مستحيل هذه لا مستحيل خضيته بس هذا يشبه ايش اتوقع كولا فانيلا تذكر بصالح مسافرنا شكرا صالح لا 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 مستحيل هذا كولا فانيلا ما مستحيل كيف كولا فانيلا هذا لبن 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 يا الحبيب لا يا يشرب الحاله خرب مقطعي ادمر المقطع طيب يلا يلا نبدا بطبقه من اللبن زين نفس نظام فهمت نفس سبانيش لاتيه من تحت وفوق فقر جويني مره يلا تعال فقر قرفني على قولتك لا لا يا جماعة تكفون تفاعل قضاء صالح أقدر أنسحب في عقوبات لو سحبت بس يا الله طب دي دي يا دي الشكل ذا أنا أراهن إنه هذه بتطلع مفاجأة نفس أخلط أنا خلاص أنا أشوف كذا كويس عشان عشان هو الفكرة إنه يكون واحد فوق واحد يلا جاهزين يا جماعة لا لا لفة 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 كذا لفة كذا شوي يلا عط عط برمة برمة والله كأنها قهوة يا جماعة قسم بالله لا كأنه وش كابتشي ايه كابتشينو والله اللون لون كابتشينو حق المقصف عرفته 3 2 1 يا كذاب ما ذقت شايفك راح يقول جيد اعرفه شايف لا لا مو جيد والله بس مو حق اللي يمه اذا كنت في البر لحالك ما في اي شيء تصرف طيب انت ليه تخليني في البر لحالي طيب لانه لبن كذا ودرت سعابه لا لا والله مستحيل في فكرة الصراحة بس الظاهر كثر عجبك انت صح؟ انت عجبك صح؟ لا 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 كمله احنا مستحيل نكمله تقييم صفر لا والله مو صفر جربت اشياء اثنين 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 ثلاثة والله هي فيها فكرة يا جماعة بس الظاهر ان كثرنا اي بس انت بتكب عليها طيب يا عيال شوف ترى احنا صح نشوف الاغراض هنا بس ما ندري شو ايوه هم ما يدرون شو المكس الحين وش تبون شيء كويس ولا شيء شيء شي شي عادي انا مشتهي هذا والله هذا والله ايوه والله والله, والله, والله فتحه قبل المقطع والله هو والله اي والله اني مشتهي والله اي والله, والله عطني عطني يا اخي ما يحتاج تغمض يا اخي ما يحتاج لا يرحم ايوه ايوه هذا لقط لقط الله لقط دقيقه دقيقه بس لازم يصير احترافيه ما في احترافيه في السلسله هات قاعدين نقيم لك الحاله يا حبيبي حتى الاحترافيه اقلناها هات هات والله هذا دقيقه هذا مو كذا صغار خلينا نشوف خلينا نشوف هذا صغار ليه لا خلينا نشوف ما في مكان ليه شو ما في مكان ابتعد شلون الوصفه اللي بعدها يا جماعه الخير كورن فليكس مع بيبسي توقعاتك وانا اتوقع انها بتكون دمار هاي دمار كله لا دمار والله والله لا والله هذه متخيل انها بتطلع كويس لا صراحة. والله هذه هذه متخيل ايمان كبير انها بتطلع حلوه بالملعقه يا اخوان كل واحد راح يحط بعد راح اشيل قراط وش القراط يعني ملعقه كامله ايوه كنا اسمع ابو سعد هذا بالله بشيله معايا البدله اسمع ما تجيب حقي طيب قاعد يتفاعل وربك كم قاعد يتفاعل اكيد بشيله معايا البدر ايه بشيله معايا بعد المقطع ما تدري ان ستايل ابو سعد وش يسوي يجيب اغراض المقطع فهمت يرفع الفزر بس برضه يترجع له لا 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 بشيله معايا لا ابو سعد شكله ما يهيئ شوف يلا اي شركه طلعت صورها ترى المقاطع الجايه بنبدا ندفع يا احس لذيذ والله يلا هذا قبل تروح القرمشه واحد حلو مو حلو تعال شوف اللقمة هذه يا اخوان تعال احنا تعرفون المنظر احنا قاعدين نشوفه بسم الله البيبسي ما تغير طعمه الصراحة لا بصراحة شيء ما عيده والله شيء ما عيده بلا اي والله شيء ما عيده اكل لحاله باكله برا لو كنت في البر برا لا لو اني في البر اكل هذا لحاله والبيبسي لحاله يا عيال يا عيال في مصيبة اتوصخت مش تتوصخ صارت بدون لون ايوه ايوه طب اقول لك شيء احنا كل شيء عندنا جلوري يوكل الصراحة انت ما شفت ابتسامنا طيب خلص دور خلص انا صراحة اعطيه اثنين والله عادي لا اللي قبله اثنين فهذا اعطيه يمكن ثلاثة والله مغرم لا 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 دقيقة دقيقة الوصفة اللي بعدها لا لا والله دقيقة دقيقة الوصفة اللي بعدها ايمن يا فنان طلع وصفة جديدة وصفة جديدة لا تشك انت ايمن خلاص خير طلعي شوف شوف والله انت اعطيني ابو بدر ابو بدر ابو بدر يا اخي ابو بدر والله بزعل ابو بدر طيب ايه نظرني تبي حق بدر صح؟ يا اخي والله ما يجيك يا اخي بالله بالله لذيذ مرة يا اخي بالله ايش موضوع بدر لو شافك بذي العقلية والله يتعلم من ابوه يصير زيه يا اخي تعالوا يا اخي صار المقطع كنا كذا يوميات دببة تروح لا يا اخي يا بابا
خالد والله انت الدوعة. صاد جوي يا طوح. ايوه. والله خرافية. وش الملعقة اللي معي يدوب؟ ولا قاعد مشغول تاكل؟ لا يدوب بس الحين جوك. كم التقييم؟ التقييم القديم كم؟ قيمه القديم. لا والله هذه أطعم. والله هذه أطعم. والله لذيذة. لا قبل لا والله هذه أطعم. هذه ما قيمناها في خواب. عطني. اثنين ثلاثة. ما هذه كم حقت جلوري؟ حقت جلوري صفر. لا والله خمسة. خمسة؟ لا والله وين؟ عادية. لا لا أنا أعطيها عشرة. شيء لذيذ مع شيء لذيذ. والله أنا مرة حبيت. حالي مرة. اللي بعده. بتشي هذا بعده؟ أيوة. خذه بالعافية. الله يعافيك. لا لا قاعد أقفله بس. والله والله. إيش في يا أخي قاعد أقفله يا أخي بشيله البدر يا أخي. بشيله البدر. أيوة أيوة. في وصفة من واحدة لازم أنصفها والله من الجوهرة الله يسعدها يا رب. أي شخص من الفانز والله إني أشوفكم والله إني ملاحظكم الزبدة. إيش كاتبة؟ طحينية مع ملعبك أبو بدر. عسل ولا إيش؟ لا كوكيز. والله احس حلوه لكن للاسف للاسف ما في كوكيز. تمر وجبنه اتوقع انها بتكون عالميه لكن يا طحينه خلاص ما فيها للاسف والله بس الجوهره وعد بعدين يجيب كوكيز. والله لو قلت لي ترى العجينه في البيت موجوده بس احطها في الفرن. طب وش رايك نجربها في شورت؟ تم. طيب على كذا خلوكم فاعلين الاشعارات عشان تشوفون الشورت اول ما ينزل. كيف جبن مع تمر؟ والله ممكن ما لحالي بس واقع الثروه الخليجيه كلها ما والله تستاهلون الاعلان يا عيال. يا عيال لا ما يعرف يفك تمر بحياته ولا ايوه انت قصيمي ترى انت ما قد قصيمي تراك حطيتني بضغط ايه عطني عطني عشان قال قصيمي خلاص عطني تحت الضغط. شو 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 هات عط عط بابا عط بابا هذا يقول لك بابا شوف سوى انه ما سمع هو يتوقع انه بيصير له كذا بعدين يقول لي ليش نزلت والله شوف هذه ما تحصلها الا عند الشيبان وشي عشان ما تضيع يحطها هنا يا اخي ها اي والله انك صادق بحاجة. والله واضح ان نجيني مدلع ما ناكل تمر يا عمي في طعم مفتاح يا عمي مفتاح أيوه. بيصير تمر في طعم صدى الله والله لا تنحط اي عادي عادي ما مشكله هذه عادي انا هو مو متقرف منها فهمت هو سواب كله اي هو مبتسم هو يحسب انه بقول له لا لا انا مبتسم ان شاء الله مبتسم قاعد بفكر لك التمر اللي من بقاله بينكسر اللي حطيته البلاستيك لا 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 ترسمي ترسمي اي كان طيب يلا وصل اللي بعده ترسمي طبعا اول حبه هذه طعمها مالح الحين خلاص اي هذه انا باخذها انا باخذها يا جماعه والله ايوه اديها يا ابو بدو يلا ها هذه اول واحده اللي ملحه يلا ولا هذه سكر حاله يا اخي والله سكر اذا شكله مو الحال يا لا لا مو سكر والله انت محسسني راقي برج طلعت ترى كرسي طيب ايش نسمي هالوصفه هذه يا عيال لانها بتطلع جامده من عندي خذوها ها من عندي كارملايز كارملايز ديتس وذ تشيز يلا والله الشكل الى الان فنان ورب المصحف ثلاثة اثنين واحد برافو 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 سوليد 10 ورب الكعبة عشرة قوية جدا من فوق جاية ولا يا لابتي اتخيل تاخذ لك خبز صامولي تلحسه بجبنة تحط لك تمر طع 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 وتاكل والله تطلع لذيذة ما عجبتني والله ما عجبتني والله عشانك كثرت جبن مرة لا والله والله كثرت ترى قيمة كم تقييمك لو انه خلاص اعطيها عشرة بس صقعي لا اعطيها سبعة اي سبعة انا الصراحه عشان لا بالغ 9.5 للطعم هذا بس الفكره عشان لا بالغ 9.5 ايه؟ فكره 10 والله طيب ما لحالي اصدق اتوقع الشباب ايش اصدق بياكلها لحالها لا لا مو جبن والله ايه؟ ايوه اوه لا يا شيخ تكفى يرحم امك والله الجو تاكل جبن لحالها صادق ايوه المهم يا عيال بالله من جدكم جبن لحالها كيف والله تستهبل والله تغثي اسمع خليني اعطيك التقييم حقي والله بكل امانه 3-4 ما يزبط لا 3-4 والله حرام عليك والله هذا من صار مهندس يا عيال ايش هذا الغثى يا عيال الجبن لحالها كيف يرحم امك يا عم انت كليت مفتاحك عادي يا اخي المفتاح كان عليه شويه تمر يلا يا اصدقائي عسل مع لبن زبادي خطا مع طحينه اوف خطا مع بيبسي مع ديو لا لا, لا يرحم أنا امك من هذا الجو لا 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 حتى انا والله 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 مع زبادي ولكن ولكن مع زبادي مع زبادي ولكن ولكن مع زبادي انا اكبر عشاق الديو في الدنيا حلو ايش بسوي والله انا بجرب الديو مع عسل الصحيح. لا لا لا, لا, لا انا بحطها مع زبادي لازم تعرفه ايش انا العسل ما اقدر والله ليه يعني تغثي ولا اي غثني غثني على طول ارجع الحراره غريبه والله طفل 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 ما يعرف انه لازم طفل هو الطفل لا 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 انت لازم لازم ايش تسوي قبل ما هذه معلومه
اي احد قاعد يخض لبن يا ملعقه يا بصبعك بس لا غير صحيح والله مره غير صحيح. طيب يا جماعه اعطيكم معلومه عن يعني ان احنا في بلد عظيم سبحان الله. يقول لك في ختم اذا كان محطوط على علبه العشاء فاعرف انه يعني من هذه موثوق السعوديه. طيب حلو معناته هذا موجود يعني ختم؟ لا انا قلت ممكن قاعد يتفلسف عشان بيقول هو موجود هنا. لا بس مو موجود يعني اذا كان موجود فهو عسل اصلي اصلي يعني الله يعز الدوله يا رب عشان كذا يا جماعه الخير لازم تشتركون عشان المره الجايه يجيب عسل اصلي. ايوه ودي احط العسل وانت تخلط ايش رايك؟ كثر انا احب العسل الصراحه. لا لا الله الله هذه جوعني هذه جوعني صدق هذه جوعني زيد يا ابن الحلال زيد. لا عشان يكون اي متناسق الوضع. لا زيد يا اخي تكفى والله حسه بيطلع جبار. عطني ملاعقه هو جبار هذه انا اكلها وربك كعب فزنا اخوي. لا 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 شوف افضل شيء تخلط اخلط طلده هم عايشين جو انا مره ماني عايش جو والله. لا 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 بري لا لو منتهي ما يطلع كذا. توقعت خالد بيعجبنا؟ لا لا اصلا ما تاخذ معنا الدلوع. 3 2 1 لو ان العسل فيه ختم ها؟ مرة ثانية. تقييمه والله لها واحد، والله انا دائما استخدم الصراحة عسل سدر ويطلع مرة لذيذ. طيب يا جماعة بس عشان اقول لكم حاجة وخالد، اقسم بمن احل القسم، هذا شيء بعيد عن المقطع خلاص كذا وقت مستقطع نسولف شوي. اقسم بمن احل القسم ان الذ برجر كليته في حياتي هو برجر ابو بدر. شباب اياديكم شباب. صفوا الله يسعدكم يا عيال. ورب الكعبة انها ألذ. اتفق ايش هذا؟ انه يبدأ تعال 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 ايه هذا عطى سنة سنتين في كل سنة. ايوه تعال تعال نربيك تعال. مش تربيك؟ لا يعني لا استغفر الله نربيك تزيني تعال تعال حيوا معايا ابو فهد يلا حيوا يلا حيوا ارحب ارحب ارتاح 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 على الموجه الوصفة الجاية. يلا يا شباب الوصفة اللي بعدها ايس تي حلو بيبسي. طيب البيبسي اللي فكناه فينه؟ اي أيوة والله صح جزاك الله خير. لازم يا شباب نحافظ على النعمه احنا شباب سعودي. ليش هذا عادي؟ لان انا ولدي دائما اشرب بي ورا بعض ما يتغير اي شيء. بس اللي مو عادي اللي ما في كسر غسل نباكاسه نباكاسه هذه كلها مقفله غسل على وش يا تكيت لا ادري عنهم يا اخي. طيب الحين تدري ايش السلسله هذه؟ لا هاي السلسله نجرب اصوات غريبه الله. ايوه انت 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 الوريث الشرعي. والله صدق زين الوريث الشرعي يعني انت اللي بتورث السلسله هذه زين خلاص. ايه احنا بنبدا نصب على ما خالد يغسل. تيم ورك لازم طبعا. التيم ورك ميك ذا دريم ورك. يا سلام يلا يلا حلو بس مكس مكس له مكس له. يا سلام يا سلام يا عمري يا الله 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 والله احسه بيطلع طيب احسه بيطلع طيب الريحه والله جيده. لا لا احس جيد سمو. لا 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 ما عليك اقول لك شيء عشان ما انت بدك تطلع من المقطع حبيبي. تمام والله عجب الجو عجب الجو خلاص ورطها 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 ورطها. يلا يا جماعه 3 2 1 مع ابو فهد. اذا المرء لم يرضى بما ربه وهب. لا والله كذا يا اخي والله يلايك سو ماتش. لا والله مو مره خوخ ماما. ايوه والله تفهم تحس انه مويه. والله الوريث. ايوه والله من جد يا اخي مويه ما تحس انه بيبسي. ما في غازات ما في غازات. ايوه من جد انت الحين اخذت دور جلوري. انت الوريث الشرعي اسمه خلاص. لازم تجيب واحد زي ابو السعد واحد مثلي وتصير سلسله. كان في فكره خلاص اسمع ابو فهد خذ المايك عندك عندك يلا ها لا انت بدالي بدر بدال ابو السعد. ايوه بدال ابو السعد ابو السعد يجيب ولد مو ولد وانا مش هطلع برا ولدي يصير مصور. اوكي طيب يا جماعه التقييم بشكل سريع خالد 8 ابو فهد 4 اعطيها والله هذا محنك زي ابوه. انا اعطيها 8 والله انا ما والله يفهم يا اخي تحسها مليانه مويه. طيب الوصفة الأخيرة أنا مو مسؤول اللي بيجربها حيا الله. وشي؟ تمام فهد. طيب وشي؟ ديو وحسن. لا لا ما بجرب. لا 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 ما بجرب. أنا عندي ولاء عندي ولاء للديو عندي ولاء للديو. معليش أنا عن هذه أعتذر. طب أعطيك معلومة أنا آدمي كلمت بدي يمون صح. هاي سويها كم سويها كم يشرب الله كنت بعطيه المايك. وين عسل وين عسل؟ العسل هنا يلا وين عسل وين عسل؟
كنت بحسب يا ابو الجمل اقسم بالله لازم تسجل ابو فهد الثلاثة اللي فوق انتهوا يلا يا جماعة وريهم وريهم لا لا ما ما راح اجربها انا الصراحة معليش يوووووك طيب يا جماعة بس للتنويه ونقطة مهمة ترى ما في شيء بيرمي يا اخوان والله ما في شيء بيرمي باذن الكريم كله في غرفتي والله هذا بطق طق السكر خلي عسل ايوه صاطي ها ما قال لو سمحت لو سمحت مو لو سمحت يلا ايوه اعطيه ابو فهد لا وشو انا البقال الاسمن والله ابو فهد والله هذا ثلاثة حمر وبدر كاسر اللون والله جنان والله كول والله كول والله تعال احس في رخوة يا كنت صبور الملعقة ما ادري شيء يقول ولا لا شوفوا يا جماعة ثلاثة ابو فهد انا وانت بس يلا يدو يلا ترى تدو في ايت والله ثلاثة يلا ديو مع عسل والله ديو معسل والله حلو والله حلو تعظمني والله حلو والله ديو انتم لا 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 ما والله عظيم ابوهد بس لا تطالع فيه في تفاصيل انا يا جماعه الخير انا لا ابدا والله انا والله ودي اجرب بس والله عسل والله لذيذ يا اخوان قسم بالله لذيذ لا بس في تفاصيل تخوف سعبلت نزلت مطر معليش والله يا اخوان ديو فنكه عسل لا بس مو حلو في 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 مناظر لو ودي ابينها مش كاسه مش فاضي الاعداد سيء جدا مني طيب يا جماعه خير الله يعطيكم العافيه على المشاهده شكرا لك خالد ابو فهد ابو بدر نورتونا ورب الكعبه شكرا جزء عظيم اتوقع والله حلو والله عم بقول شيء انا طب اصدمك بهذا الشيء ايش نذر ما راح اخذ سكرين السعوديه هذا نفسه الا مع فشفاش والله العظيم الان التوب تير عندنا مدري هذه الاول هذا الاول سكرين فشفاش خيار بالسكر شكرا لكم جميعا لا هذه خيار سكر تحطه بجيبك والله معليش تذكير يا جماعه هدفنا في الموسم ان نوصل 1,000,000 مشترك لذلك اذا ما انت مشترك اشترك الان وحط جرس التنبيهات خلونا نوصل المقطع هذا كم 50,000 لايك عشان الوزن 100,000 100,000 شكرا شكرا مع السلامه